مساء الليل، الجن وعشق الجن والزواج من الجن، أحلام كتيرة جدا بتجيلنا. قصتنا النهاردة بتتكلم عن كل ده، عشق وحب وحروب وجن، وتكملة لقصة لقاء خالد مع غيداء ملكة الجن. اللي ما شافش الأجزاء الأولى أو الموسم الأول هيلاقيها في قائمة خاصة في القناة فوق، هتستمتعوا بيها زي ما هتستمتعوا بالحلقة دي. تنسوش بس انتوا لايك للحلقة وتشتركوا في كل قنوات اللي موجودة تحت في صندوق الوصف. في ليلة كان خالد واقف بيتفرج على المطر من البلكونة، وكان سرحان في اللي حصل، وفي نفس الوقت سرحان في عيون غيداء اللي ما راحتش من باله ولا تفكيره أصلا، وكانت في حاجة جواه بتقوله ان ده مش حلم، رغم ان الكل قال له ان ده حلم والشواهد كلها بتقول انه حلم، بس هو كان حاطط ان هو مش حلم في دماغه، وكان اترقى في وظيفته وسكن لوحده بعد ما والده ووالدته اتوفوا، واخواته كل واحد شاف حياته وطريقه سنين والامر في دماغه، لما مرة واحدة شاف شبح شاب كان ماشي بيحاول يستخبى من المطر بالمنازل الموجودة، وكان بينه وبينه تقريبا 3-4 متر في الشارع هو شايفه من فوق، لكن كان واضح ان الشاب ده مش قادر يستخبى من المية اللي عمالة تتساقط عليه ديت، لما لمح فجأة حاجة خارجة من باطن الارض او من اسفلت الطريق، كان زي الدخان الاسود الكثيف المخيف المرعب، خلى خالد يحس بخوف وفزع شديد، واندفع الدخان او الكيان الاسود دوت بسرعة شديدة جدا ناحية الشاب اللي واضح انه كان هربان منه اساسا، لانه قاعد يبص فيه لحظات، واطلق صرخة هائلة رجت المنطقة كلها، قاعد يجري منه بيحاول يهرب، لكن الكيان او الدخان الاسود دوت اندفع ناحيته بسرعة خارقة، واختلط دخانه بجسم الشاب دوت وهو بيدور حواليه، وبسرعة جذبه بقوة رهيبة جدا لتحت الارض، كان بينزل بيه تحت الارض. هنا خالد واقف كانت عينيها تخرج من مكانها وهو بيشوف الكيان الاسود دوت، هو بيخترق اسفلت الطريق وساحب معاه جسد الشاب دوت اللي قاعد يطلق صرخات بصوت عالي جدا، وشاف جسمه هو بيغوص شوية شوية في الارض. كان وضع غريب جدا، المنطقة اللي ساكن فيها خالد معزولة تقريبا، واللي بيشوفه ده حاجة تنافي اي عقل ومنطق، لغاية ما تلاشى جسده تماما واختفى معاه برضو الدخان الاسود ده او الكيان الاسود دوت. هنا تسمر في مكانه في رعب شديد، كانش مصدق عينيه وقال يا ترى ده حلم ولا علم، وهنا اتأكد ان ده شغل جن اكيد. هنا انتبه لحاجة، انه فضل واقف كمتفرج، انه حتى ما حاولش انه يساعد باي طريقة، ولكن قاعد يسأل نفسه وانا كنت اساعده ازاي، انا ضعيف جدا ان انا ممكن اساعده من الشيء او الكيان المخيف ده، وللأسف انا معرفش اي طريقة او اعرف حاجة ممكن اساعده بيها. هنا لفت انتباهه حاجة بتلمع على الارض، على ارض الاسفلت الطريق، الحاجة دي كانت المية عمالة ننزل عليها مية المطر وبتلمع تحت ضوء القمر، قاعد يبص فيها عشان يعرف ايه هو، لكن ما قدرش، بس لمعانه شده والفضول نفس الوقت جذبه ان هو ينزل يشوف ايه الحاجة ديت، وهل يا ترى الحاجة دي هي سبب في اللي حصل للشاب دوت، او ان دي حاجة وقعت من شخص تاني خالص. مفكرش كتير وقعد يقرأ المعوذات بتاعته وذكر الله سبحانه وتعالى، ونزل من شقته للطريق تقريبا مسافة مترين لغاية ما وصل للطريق، ومباشرة راح ناحية الحاجة المرمية ديت وشالها بإيده، لكن مكانتش حاجة مهمة، مجرد خاتم قديم كبير شوية وخلاص، مكانش قادر يشوفه بالواضح من المطر اللي بينزل. هنا خده ورجع مرة تانية لشقته عشان يتفرج على الخاتم ده جوه في النور. في البداية اعتقد انه خاتم تراثي او خاتم قديم مزخرف بنقوش
يمين وشمال، وقال ان ده اكيد وقع من واحد من المر، لكن بعد ما مسحه ونظفه وقعد يبص فيه بتعمق قعد يندهش. الزخارف اللي على الخاتم ديت مش زخارف بشرية، كان فيها رموز كتير ملتوية زي الأغصان وطلاسم كتير وأشكال مش بشرية، ما قدرش يفك رموزها. هنا قعد يسأل نفسه يا ترى الخاتم ده ليه علاقة بالأحداث؟ قعد يبص للسماء كده، والمطر كان لسه عمال ينزل بكثرة، وزي ما يكون المطر ده بيشاركه حجم الغموض. ما كانش عارف يعمل ايه وهو عمال يبص ناحية الخاتم القديم ده اللي كان من جواه حس ان وراه حكاية، وفعلا قرأ عليه آية الكرسي قال لك تحسبا. هنا افتكر صديق جده اللي دايما بيندهله بيقول له يا جدي، قال ليه ما روحش يمكن الاقي عنده الجواب، انا ما عنديش اي حد ممكن ألجأ ليه بعد الله غيره، انا دلوقتي يتيم واخواتي مش هنا. ورحمة الله على والدي وعلى جدي المتوفي. وصديق جدي دوت عنده دين وعالم بأسرار الجن وعالم بأسرار العالم الآخر. هنا خلاص قال لي يبقى لازم أروح أزوره بكرة، هو اللي هيكون عنده الخبر اليقين. حط الخاتم وراح مباشرة لسريره عشان ينام عليه، بس لما نام بدأت الأحداث تمر أكتر وأكتر في دماغه، افتكر غيداء وحس برعب شديد من اللي بيحصل وكأن الليلة دي مش عايزة تعدي. هنا قعد يدعي دعاء النوم وبدأت عينيه تاخد طريقها للنوم بعد الرعب اللي شافه في الليلة ديت، وشوية شوية انسحب في النوم. أول ما أذن الفجر الصحي وصلى الفجر وقال أنا مش هستنى الجواب يجيلي، أنا هرحل فعلا لصديق جدي دوت اللي ساكن بعيد عن زحام المدينة تقريبا بحوالي 250 كيلو، وقال أنا متأكد أن أنا ممكن ألاقي بعض الأجوبة عنده عشان أطفي الفضول والتعجب اللي موجود جوايا دوت. وبهدوء دخل كمل لبسه ونزل ركب العربية بتاعته، قرأ دعاء السفر اللي أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وانطلق بعربيته بسرعة. وبعد مسافة تقريبا نص المسافة وهو ماشي بالعربية بتاعته في أمان الله، وكان الصور أحداث الليلة اللي فاتت ديت شغالة في دماغه، وكان حاطط الخاتم الكبير دوت حطه في جيبه وهو ما يعرفش الخاتم ده في إيه. هنا ترددت ايده شوية من الزهق ومد ايده لشريط الاغاني وقال يمكن لما اسمعها اهدى شوية وانس الوحشة بتاعته. فعلا شغل الاغاني في الكاسيت بتاع العربية، وبين صوت الاغاني اللي عمال يتراقص في العربية وهو ماشي عمال يدندن، هنا حطم حاجز الحال ان العربية مالت بسرعة ناحية اليمين تمايل عنيف وكأن العربية دي هتنقلب فوق تحت. هنا حاول خالد بقوة يسيطر على العربية ديت، وهي عربية صغيرة، كان شيء غريب ومخيف او كأن في حد عايز يشيلها من الطريق او يقتلعها من مكانها. وبدأ يسمع اصوات غريبة في العربية، صوت ضرب بشواكيش على جوانب العربية كأنها بالضبط الرعد لما بيقصف جو السماء. هنا بصورة لا إرادية طفى الميوزك اللي كانت شغالة، وبصوت عالي وسريع قعد يردد آيات من القرآن الكريم وقعد يسمي بالله من الرحمن الرحيم ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقعد يتلو كل اللي حفظه صدره من آيات وذكر الله الحكيم بسرعة جديدة، والعربية كانت عمالة تروح يمين وتروح شمال في الطريق. السفر دوت كان عمال يترعش ووشه كان لونه أصفر مصفر اصفرار شديد جدا زي الأموات، العربية هتتقلب بيه هيموت، وكان خايف من الأصوات اللي عمالة تخبط يمين وشمال في العربية. كان موقف مرعب، بس كمل في تلاوة آيات القرآن الكريم أكتر وأكتر. هنا شوية شوية بدأ السكون في العربية يحصل، بدأ الخبط يخف وبدأ العربية تهدى وتهدي من سرعتها، وفعلا قدر يسيطر على العربية ورجعت لطبيعتها الأولى.
وتلاشي اي شيء من صوت ضرب المطارق او التمايل بجسم العربيه يمين وشمال. جسمه كان مبلول من العرق وكان مرتعش خايف، وحاسس بقلبه بينبض بشده، حاسس ان قلبه وقع في رجليه اصلا، وهو عمال يقول برعب ويكرر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كانش عارف يقول غيرها. كان زي المشدود مش عارف يعمل ايه او يتصرف ازاي. كمل مشي بالعربيه، بعد كام كيلو وقف عربيته جنب الطريق بين السهول، وكان عمال يذكر الله سبحانه وتعالى، وقعد يستجمع قواه من الموقف العصيب اللي عدى عليه والمخيف، وقعد يلف في العربيه يمين وشمال بس ما لقاش اي حاجه في العربيه، ما فيهاش عطل، ما فيهاش حاجه مكسوره، ما فيهاش اي حاجه، كانش فيها اي حاجه. وبعد ما هدي شويه كمل طريقه من غير ما يعرف السبب او في ايه او ايه اللي حصل له، وبدا يقرب من البلد اللي فيها صديق جده، ووصل البلد اخيرا. البيت كان مش بعيد، اول ما دخل اتجه مباشره ناحيه البيت، وقعد يخبط على باب صديق جده الخشبي بمقبضه الحديدي اللي لسه فاكره. بعد لحظات وطرقات كتيره على الباب ديت ومن داخل البيت، سمع صوت ضعيف بيقول من جوه تفضل ادخل الباب مفتوح. فعلا فتح الباب ودخل، وبص لصديق جده اللي كان وشه مليان بتجاعيد الزمن، كان وشه مليان بانكماشات كل ما كان فيه، راجل كبير في السن وكان شايف العظام بتبرز من فوق الجلد السخيف، معاه العصا الشجرية القديمة اللي ساند عليها وواقف ساند عليها، كان منظره فيه هيبة. وتبادل السلام والتحية مع صديق جده زي العادة، وكان شايف في صديق جده ده القناعة والحكمة والهيبة، زي ما يكون كتاب قديم أوراقه صفرة بس مهمة شايلة كل حاجة جواه. وفعلا بعد السلام والكلام مع جده وبيطمن عليه وبيسأله عن أخباره بصورة مقتضبة، وبعد ما تبادلوا بعض أطراف الحديث قال له أنا عايز منك خدمة. هنا قال له مش هنعمل أي حاجة إلا لما تشرب فنجان القهوة الأول زي عادتك. وفعلا بدأوا يشربوا فنجان قهوة، بعد ما خلصوا دوت مد إيده خرج الخاتم، وقعد يشرح لصديق جده اللي دار كله من أحداث غامضة في الليلة المرعبة اللي فاتت، وإزاي قدر ياخد الخاتم الغريب دوت، وحكاله كمان عن اللي شافه في الطريق وهو جاي من خوف ورعب من اللي حصل في الطريق. هنا صديق جده كان بيبصله وهو ساكت سكون مطبق، حاول من خلاله خالد ان يستشف من ملامحه اي حاجة، بس كانت ملامحه ثابتة ما بتتهزش زي ما يكون الموضوع مش في دماغه. وبعد ما خلص الكلام ده كله لقى صديق جده بيقول له حاضر يا خالد، وبس كان صوته عليه صرامة شديدة، وقال له حاضر يا خالد استناني هنا، واتجه لغرفته الخاصة اللي كان دايما بيحرص ان محدش يدخلها نهائيا، وكان هو بيقعد فيها بالساعات واحيانا بالايام، واخد الخاتم معاه. الاوضة دي ما كانتش حد عارف ايه اللي بيحصل فيها من غموض الا الله سبحانه وتعالى، ودخل على الاوضة دي. بس بعد لحظات صوت فتح الباب طلع مرة تانية، وطلع صديق جدي ولونه متغير وزي ما يكون في حاجة حصلت، وبصوت يحمل الدهشة ومليان بكلمات الاستفهام بدأت أسأله وأقول له جدي هو في حاجة؟ أنا عايزك تقول لي إيه اللي بيحصل وإيه الخاتم دوت. هنا بصلي بصة غريبة جدا، عينيه كان فيها كل معاني الحزم زي ما تكون نار ملتهبة، وقال ما تعودتش عليه قبل كده بالنظرات دي، وجا ناحيتي ومسك ايدي وفتحها وحط الخاتم القديم جواها وضم الصوابع بقوة وقال بص يا ابني عايزك تطلع من هنا برا المدينة وتروح من الجهة الغربية، هتلاقي وادي بين جبلين، عايزك تحفر حفرة صغيرة فيه وتحط الخاتم جواها تدفنه، واقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات، فاهم
وسكت. هنا شيء من الرهبة والصمت والاستنكار جملة، وأنا بردد بحيرة بإذن الله بإذن الله يا جدي، وأنا عارف مكان الوادي دوت كويس جدا. حاضر يا جدي، هعمل اللي انت قلت لي عليه. وجه وقت الرحيل وودعته وما ردش عليا اي كلمه، بعد ما زاد الغموض اللي انا جاي له غموض اكتر كمان، والاخص التصرفات الغريبه اللي كان جدي بيعملها وانا مش متعود عليه، زي ما يكون واحد تاني خالص غير اللي انا اعرفه، من نظرات عينيه من نظرات عينيه وشده ايده، وحكايه الخاتم الغريب اللي هو مخبي السر عني. وفعلا مشيت ناحيه باب خروج البيت وصديق جدي بيضرب على كتفي بالراحه وبحزم، وحسيت بيه زي ما يكون بيهددني وقال لي يا ابني افتكر الله وانت ماشي، عايزك طول ما انت ماشي تذكر الله ولسانك يفضل رطب بيه، واعمل اللي انا قلت لك عليه بخصوص الخاتم دوت، وخلي لسانك دايما بذكر الله. هنا رديت عليه بثقه وعزيمه ان انا هعمل كل اللي طلبه مني ان شاء الله تعالى، وطلعت من البيت. الغموض كان زيادة والقلق كان من كل ناحية حواليا، انا مش عارف في ايه، مش عارف ايه اللي حصل، بس ركبت عربيتي وانطلقت تاني في طريق العودة، والمرة دي جريت بالعربية في الطريق السريع الفاضي دوت، مشيت بسرعة والغموض كان عمال ياكل في تفكيري وينهش في دماغي، وانا ماشي بسرعة من بعيد والطريق هادي وسكون الطريق، بدت ملامح العمران تظهر من بعيد. هنا بدأت انبسط وافرح كده، معناه ان انا خلاص قربت ان انا اوصل للمدينة، قدامي تقريبا 50-60 كيلو واوصل هناك. وانا ماشي في عرض الطريق ظهر حاجة معرفتهاش قدامي، حاجة غريبة، حاجة ما بتتحركش، قعدت اقرب منها شوية شوية وانا بخفف من سرعة العربية. ده بشر واقف متسمر في نص الطريق كأنه جبل ما بيتزعزعش من مكانه مهما كانت قساوة الظروف والاعاصير. قربت من الشيء دوت اكتر واكتر، ايه ده، دي بنت، وباين عليها ان هي مش مهتمية نهائيا لهجوم السيارة العنيف اللي جاي عليها، وهي واقفة في نص الطريق السريع ما بتزحزحش من مكانها ولا شيء، وبصة ناحيتي بنظرات غريبة. انا شايف، بدأت اشوف عينيها نظرات حد طال انتظاره. في اللحظة دي دار في عقلي ان انا ازود من سرعة العربية واعديها بسرعة من جنب الطريق، مش عايز اقف، انا معرفش دي ايه، هعديها من ناحية الطريق الترابي. بعد ما صادفني من احداث مرعبة وغامضة دي، انا مش ناقص، انا بقول لنفسي انا مش ناقص، او ان ممكن يكون ده مجرد وهم او حلم كمان من الحاجات اللي بتجيلي، ما هي ليلة سودة، مش عارف اعمل ايه، بنت في نص الطريق، لا في حاجة غلط، وكمان واقفة ما بتتحركش، يا اما بقى هي مستنياني وانا ماشي بالعربية ناحية. كل الافكار دي في دماغي، ما بقتش قادر اتحمل التفكير ابدا، وتحركت رجلي على البنزين عشان تدوس عليها اكتر واكتر، والعربية بتنطلق بسرعة جنونية ناحيتها، وجا في دماغي ان ده وهم، اكيد ده وهم. بس في لحظة واحدة طفت العربية، رغم الاصرار والضغط المتواصل على بنزين العربية، العربية ما بتمشيش، زي ما تكون اتشلت حركة العربية تماما، وقفت العربية على جنب الطريق، وكأني في قوة سحرية سيطرت على العربية، او سيطرت على محرك العربية، او في حاجة مش صح. والبنت كانت لسه على يد الشمال واقفة في عرض الطريق، وهي بتبص للمنظر بهدوء وثقة تامة. هنا مسكت في الكرسي بتاعي، خفت وهي جيالي بهدوء وثبات، وبدأت تقرب مني شوية شوية، وبدأت ملامحها تظهر، وقربت من العربية وجت ناحية شباك العربية المفتوحة. هنا قعدت أمسح عينيا وأنا في حلم
ولا في علم؟ غيداء مش ممكن. هي آية في الجمال تعجز دواوين العرب عن رسمها بالكلمات. لابسة فستان أبيض حريري وزاد من جمالها شلال شعرها الأسود المتموج اللي بيتدلى منها مسترسلا لغاية رجليها من تحت. أما الوجه فكان لوحة في غاية الخلق والجمال. سبحان الله اللي أبدع. سحرني جمالها وأنا ببصلها. غيداء ما كانش مرسوم على وشي خوف ولا أي حاجة، ولا رعب ولا أي حاجة، ولا ابتسامة ولا أي شيء، ولا حتى تعجب. ملامح جامدة زي الجليد الأبيض، وهي في نفس الوقت كانت ساكتة وجمالها بيزيد. هنا توقفت كل مشاعري وهي بتشاهدني وبترمقني بنظراتها الساحرة، وبدت ابتسامة على شفايفها كأنها انشودة عشق عذبة، وقالت بصوت ملائكي رقيق: ما تخافش، انت في حفظ الرحمن. كلماتها دي كانت زي النسيم البارد اللي بيخفق لها القلب من الضلوع، وكلامها ده دخل القلب، وانا مش عارف هو ده حقيقة ولا خيال تاني. هل فعلا دي غيداء؟ عشرات الاسئلة، مئات الاسئلة اللي جات في دماغي. يا ترى هو ده حلم تاني ولا ايه؟ ولا دي مين وعايزة ايه؟ وهل لها علاقة بتوقف السيارة؟ وي وي وي، اسئلة كتيرة جدا. اتقطع حبل الاسئلة دي همس منها بصوت عذب هادئ: انزل من السيارة يا خالد وامشي ورايا، ما تخافش وهتعرف كل حاجة بإذن الله، تعالى ورايا ما تقلقش. لحظتها ما كانش قدامي اي حاجة ولا فكرت ولا اي حاجة، توقفت كل الاحاسيس والتفكير والمشاعر عندي، وخصوصا قدام الجمال الصارخ اللي موجود قدامي. دي غيداء، دي حب عمري، انا متأكد من كده. نفس الريحة اللي انا بشمها، ريحة العشب الاخضر، هي. ونزلت ومشيت وراها، وبعد مسافة واحنا ماشيين استيقظت جوايا حواس الابصار عشان اشوف ان انا بعيد عن العربية بتاعتي بمسافة كبيرة. كنت وصلنا لجوه الصحراء وشايف الشمس في كبد السماء، وشايف بعض الشجر المتدحرج هنا وهناك على بساط الوادي من كل مكان. كنتش عارف احنا رايحين فين ولا فاهم اي حاجة، بس كنت ببص يمين وشمال زي ما يكون مسلوب الارادة، مسلوب الارادة، عمال ابص في المناظر المريبة مش عارف اعمل ايه. لما لقيت نفسي خلاص انا بعدت عن العربية، العربية مش باينة ورايا، وان انا اتنقلت بين اودية وسهول في طرفة عين تقريبا، في مكان ممكن تقول ان اتنسى من البشر منذ القدم تقريبا. هنا حسيت بخوف، حسيت بخوف من المجهول، حسيت بخوف من العالم الخفي دوت. يا ترى دي هي ولا مش هي؟ قطع الشعور الغريب دوت بعد الصمت ومتتبعها واحساس انني مسلوب الادارة. سألتها قلت لها: وانا فين وازاي وصلنا لهنا وايه المكان دوت؟ هنا التفت ليا وبصت لي بابتسامة خفيفة وكأن تعابير اندهاشي سبب تلك البسمة، وهمست بصوت واطي رقيق عامل زي الناي اللي بيعزف، وهي بتقول: ما تقلقش، احنا قربنا من الوصول للمكان اللي احنا رايحينه، ما تقلقش يا خالد. فعلا نزلنا المنطقة منخفضة عن الوادي، وبدا من بعيد زي ما يكون قرية مهجورة من قرون كتيرة كانت موجودة بين الجبال. الجبال حرسها من كل زاوية، وفيها كم منزل صغير طيني متباعدين عن بعض، وفي بعض المنازل دي اللي متهدمة على أطرافها وأبوابها كمان متكسرة. شايف كل ده وأنا نازل، وشايف الرياح بتحرك الرمال بين الأزقة بتاعت القرية ديت من كل جنب، وعمالة تخبط في الأبواب بتاعت البيوت ديت يمين وشمال عشان تطلع صوت زي ما يكون ضرب الفؤوس
على الخشب، والأمر ده زادها وحشة ورعب للمكان اللي أنا نازل فيه دوت. هدوء غريب وسكون رتيب. كانت خطواتها بتزداد سرعة كل ما بنقرب من القرية، وفعلا اتوقفت في لحظة ولفت بوشها الساحر اللي بيضيء كالقمر ليلة البدر، عشان يبقى وشها في وشي، وعينيها الواسعين اللي أنا بحبهم واقفين قدامي، وشعرها الحريري المنسدل على ظهرها، ومع حركة الرياح شميت ريحتها الجميلة، ريحة العشب البري. كانت لوحة السحرة مرسومة قدامي مزخرفة بأجمل الألوان، وبدأت تتكلم بصوت رقيق حازم، وقالت لي استناني هنا شوية، ففي حاجات انت مش لازم انك تشوفها في القرية هنا، انا هرجع لك بعد شوية، ما تتحركش من مكانك. واختفت من قدامي وجريت لجوه زي ما تكون رجلها ما بتلمسش الارض، واختفت بين البيوت اللي موجودة. انا واقف متثبت في مكاني مش عارف اعمل ايه، بس الفضول كان بينهش دماغي، يا ترى هل فعلا هي دي غيداء ولا انا دخلت في غيبوبة تاني؟ يا ترى ايه هو اللي انا لازم اشوفهوش في القرية ديت؟ وايه السر وجود القرية ديت؟ طب يا ترى هل هم القرية الاولانية اللي انا جيتها ولا لا؟ انا مش فاهم حاجة، انا فعلا مش فاهم حاجة. هي مش دي غيداء؟ طب لو هي مش غيداء امال مين؟ طب عايزين مني ايه؟ كنتش قادر اتحمل الانتظار ده، وبدأت ان انا اتحرك يمين وشمال، وانا ماشي ناحية الطريق اللي عشان ادخل القرية اللي قدامي. هنا لقيتها قدامي وعينيها نار، وقالت انا مش قلتلك ما تتحركش من مكانك، وقلتلك تقف هناك؟ هنا انصدمت في الموقف ده، كنتش قادر اتكلم اي كلمة. قطع الموقف ده والسكون دوت صوت اقدام زي الهدير بتتجمع حواليا وتتصاف بعضها ببعض بشكل عجيب. لفيت لورا لمصدر الصوت ومصدر وقع الاقدام دوت، واتجاه ناحية الطريق الرملي اللي ورايا، بدأت ابص بين المنازل كمان الموجودة اللي ورايا عشان اتصدم. افواج من الناس مجتمعون، وناس تانية بيخرجوا من بيوتهم عشان ينضموا ليهم، بيتوسطهم شيخ مهيب كامل الخلقة بلحية بيضاء طويلة زادته هيبة ووقار. كل ده انا شايفه قدامي. الغريب في الامر ان هما بيتقدموا ليا بخطوات ثابتة، وانا ببص للشيخ المهيب دوت اللي مفيش شك ان هو رئيسهم واللي بدأ يقرب مني. كانت رجليه حافية كأنه ما بيلمسوش الارض تقريبا. في الامر حاجة غريبة، في حاجة خلتني اتأكد بان الشيخ برضو من الجن. فيش الا لحظة قصيرة ولقيتهم كلهم واقفين قدامي زي الحلقة لفين حواليا، لكن اول ما تقدم الشيخ وقرب مني عرفته، ده الملك ابو غيداء. وهنا راحت غيداء اللي كانت جنبي بفرحة ناحية ابوها، ومسكت بايد ابوها وشاورت ليا. الغريب برضو ان الجميع بصولي بابتسامة، وبصولي زي ما يكون انا غنيمة وصلت او ان انا حاجة مهمة. انا خفت فعلا لما لقيته بيبتسم في وجهه بيقول لي ما تقلقش يا خالد، انا قلت لك قبل كده ان محدش هيأذيك، وانت عارف ان احنا زيك بندين بالاسلام وبنعرف حرمة اذية المسلم ونضيف، وانت عارفنا من سنين. كانت كلماته زي الغيث اللي بيسقى بها ارض، ظل سنين قاحلة فاطمئن قلبي شوية. طب هو ده حلم ولا علم؟ ساعدت استرجع انفاسي لما قلت له بخوف انا مش فاهم حاجة، انا بقيت مش فاهم حاجة، انتوا عايزين ايه مني؟ انا في حلم ولا بعلم؟ كنت بقنع نفسي ان انا بحلم برضو،
لحد اللحظة ديت، لما رد علي الشيخ وابتسم وقال تقلقش يا خالد انت مش حلم، احنا قوم من الجن وانا ملك الجن في الوادي دوت، وانت عديت علينا قبل كده وانا امرت القبيلة بحسن استقبالك وان ما يأذوكش ابدا، وان يتشكلوا بهيئة البشر مرة تانية خوفا ان يصيبك الهلع او الجنون، تعرف ان انت شفت اشكالنا الحقيقية مش هتقدر تستحملها. هنا اصابتني لحظات من الصمت والتردد وانا عمال ابص ناحية غيداء اللي واقفة مع الشيخ، خايف، خايف اقول له اي حاجة، خايف ان انا اقول له انا شايفك ولا حلم، ودي غيداء ولا حلم. كنت عمال ابص الغيداء وكانت تستحوذني بسحرها او بعشقها بمعنى اصح، وملكة القلب من غير سابق انذار. كان شعور غريب، شعور غريب عجيب، نساني كل حاجة، نساني حتى الخوف اللي جوايا. لما بدأت غيداء تبصلي بنظرات وابتسمت بوداعة وكأنها بتطمني او بتقولي ما تخافش انت تحت عناية وتحت رعايتي، غموض كبير وكم من الاسئلة الكتيرة اللي بتجتاح المخيلة. هنا قطع تفكيري صوت الشيخ وبيقول يلا يا خالد يلا بينا من هنا، احنا هنروح مجلس الجن وهتعرف كل حاجة بإذن الله تعالى، امشي معانا وما تخافش. هنا هدوء وسكون خيم على كل الموجودين، ونظرات من شيخ القبيلة موجهة لأفراد القبيلة كلها، كله عمال يبص عليه قبل ما يقول بالصوت عالي جهور ناحيتهم أهلا بك يا خالد في قرية الجن، مرحبا بك خارج عالم البشر، مرحبا بك في أرض الجن، أنت الآن في ضيافتي، أنا ملك الجن. لكن شد انتباهي في الطريق وأنا ماشي معاهم وأنا عمال أبص يمين وشمال إني بشوف أعداد أكتر من اللي كانوا موجودين برضو، وتزايد أعداد من أفراد القبيلة وانضمامهم لينا. كان منظر مرعب. المدهش إن كان في منهم اللي بيطير، منهم اللي بيتشكلوا على شكل أفاعي أو على شكل بشر، أو منهم اللي ماشي على بطنه. هنا افتكرت زيارتي ليهم الأولانية وبدأت أتذكر كل مكان أنا شايف، رغم إن المكان اختلف عليا لأن الكلام من سنين، بس تقريبا كنت متعود عليها. كان في بعض الخوف وبعض القلق، أنا مش عارف برضو هل أنا في حلم ولا في علم، طب أنا لو في علم طب إيه اللي حصل زمان. لكن بعد طمأنة ملك القبيلة وترحيبهم الحربية عرفت إن هو مش عايز يتكلم في حاجة إلا حاجة معينة، فما فيش داعي إن أنا أستبق الأسئلة، أكيد كده كده هعرف إيه الموضوع، بس لازم أكون هادي ومركز معاهم. بعد ما مر طويل انقطع التفكير والتعجب عندي لما لقيت مجلس كبير مليان بالجن المتشكلين على هيئة بشر، كلهم على هيئة بشر. الغريب في المجلس دوت ان ما كانش زي مجالسنا احنا البشر او مجلس اللي انا قعدت فيه قبل كده، كان جواه صخر، قطع صخرية متراصة بالشكل الدائري وفي النص الصخرة كبيرة، بس قلت اكيد دي الصخرة الكبيرة دي الكرسي اللي بيقعد عليها ملك الجن، والصخر التاني ده الكراسي، وخلف المقاعد الصخرية كان في جدران منقوشة بأحرف غريبة ملتوية وطلاسم زي اللي نقشت على الخاتم، ودي كانت أول مرة أشوفها. وبين زوايا المجلس الصخرية في لون أحمر بيجي كده من مصدر أنا مش عارفه، حاجة بتشع لون أحمر بيخليك الضوء دوت أو بمنحك شعور إن المجلس ده مريب أو غامض. من أمام الصخور الموجودة ديت وعند الصخرة الكبيرة اللي في النص مائدة عظيمة مليانة طعام، كل حاجة تتخيلها من أكل موجودة، وفيها صحون وقوارير من فضة وذهب مرصعة بأجمل ما شاهدت عيناي من جواهر، ومليانة فواكه من كل الأصناف مترتبة ترتيب دقيق جدا، ومن بينها بتسلل للأنف رائحة طيبة لذيذة. كل ده انا شايفه وانا داخل، حاجات دي انا ما شفتهاش قبل كده، او الترتيب ده انا ما شفتوش قبل كده،
حتى الوشوش طبعا اختلفت عليا ما شفتهاش قبل كده. ودخلنا مجلس الجن وقعدني الملك جنب مقعده تكريما ليا واحتفالا بيا، وحواليه قعد كبار القرية. قعدت ابص يمين وشمال عشان اشوف اللي كانوا موجودين المرة اللي فاتت، ما لقيتش حد فيهم. بعد كل واحد منا ما خد مجلسه بدأ الشيخ الجن يتكلم بصوت هادي ويقول: تفضل يا خالد، احنا استقبلناك في عالمنا وضيفناك قبل كده، والمرة دي بنكررها مرة تانية. فعلا قعدت، واحد منهم جاب لي حاجة زي القهوة بس كانت مرة وسودة، وبعد ما شربت حمدت ربنا وبصيت لملك الجن مش فاهم حاجة. لما بصلي بنظرات سعيدة او نظرات مرتقبة، وبعد كده لقيته مرة واحد اسألني بسؤال مفاجئ او سؤال كان لازم يسأله، قال لي: خالد، هو الخاتم معاك؟ هنا رجعت لورا واجبت بتردد وبصوت واطي: ايوه، الخاتم في جيبي. وكان في رهبة بتسري في العروق، ومديت ايدي عشان اخرج الخاتم، وبايد مرتجفة سلمته له واديت له الخاتم. هنا بص الشيخ لي وعينيه لمعت. لغاية هنا خلصت الحلقة ديت. اتمنى اشوف رأيكم في الكومنتات، بس شو تشوفوا الحلقات اللي فاتت، نزل لكم الحلقة الجاية قريب، بس سيبوا رأيكم في الكومنتات. شكرا لكم، مع السلامة.